مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. ايوه معايا عمرو حمزاوي، معايا الدكتور عمرو حمزاوي. اللي زعلانين ليه؟ منذ اعلنت عن ان ضيفي هذا الاسبوع ويوم الخميس هو استاذ العلوم السياسيه والباحث السياسي الدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني السابق، وعدد من الرسائل الفجه والشتائم، انا متعود يعني انا مش متضايق، بس انا عايز اخدها فرصه لمناقشه منهج. يعني شتايم 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 ورفض، واللي بيهددني واللي بيقول انت هتتشتم وانت جبت لنفسك الشتيمه، محدش قال لي ابدا انت جبت لنفسك الحوار، محدش ابدا قال لي انت طرحت علينا مناقشه حد نختلف معاه خالص. وهذا للاسف هو نهج الان مرفوض تماما، ما نرفضه من الآخرين بنمارسه على أنفسنا. طيب هل أحد يشك في انتمائي الكامل إلى ثورة 30 يونيو؟ إلى انتمائي الكامل لهذا الوطن؟ إلى حرصي الشديد على المشاركة في بناء هذا الوطن؟ اللي يشك هو حر، يديني أمارة يعني. طيب هل إحنا في مصر قررنا إن أي شخص يكون له آراء مختلفة نحط جوه سور ونقفل عليه ونحاصره ونمنعه من الكلام؟ هل معنى عدم ظهور عمرو حمزاوي لشهور طويلة في وسيلة إعلامية مرئية، هو بيكتب مقال في جريدة الشروق، هو من وقت لآخر وعلى فترات بعيدة جدا بيجري حوارات صحفية، هل ده قرار من وسائل الإعلام أن تحاصر عمرو حمزاوي لأنه يقول آراء نختلف معها؟ لا أعتقد، لأن أنا نفسي عرضت على طلبة عمرو حمزاوي اللي كان مسافر ورجع في أوقات لم تتوافق الأوقات، أعرف أن زملاء طلبوا منه أنه يطلع معهم كتير وهو اعتذر. هو إحنا هنعمل صورة حوالين عمرو حمزاوي ليه؟ طب تعالوا نرجع للأساسيات، نحن نريد حوارا لا شجارا، نرفض الإرهاب لأنه يتحدث بالرصاص، نرفض الإخوان لأنهم يرفضون النقاش، نرفض كل من سافر برا مصر وينتقد مصر، صح؟ أي حد هيأيد الإرهاب مش هفتح له نافذة يتكلم خالص، لأن ده بيأيد إرهاب. طيب إذا كان باحثا سياسيا ونائبا في البرلمان السابق، وإذا قرر قد يكون نائبا في البرلمان اللاحق، لديه آراء تختلف أحيانا مع بعض أو عدد كبير من المواطنين، ماشي خلينا أقول عدد كبير، لكن عمرو حمزاوي لم يتطاول يوما على الجيش المصري، عمرو حمزاوي لم يغادر مصر ويختار منصة من المنصات مثل بائعين الوطن اللي سافروا وبيقبضوا وعايشين بره وبيهاجموا مصر وبنقول لهم لو رجالة تعالوا انتقدوا مصر من الداخل، عمرو حمزاوي بيرفض حتى دول وبيرفض المعارضة من الخارج. هل احنا مش عايزين معارضة؟ انت بتعمل برلمان ليه؟ انت بتعمل سلطة رقابية ليه؟ لا، مفيش مجتمع صحي هينشأ بدون معارضة، ده اللي ما عندوش معارضة يشتروا له معارضة. المجتمعات بتنهار عندما تصبح صوتا واحدا. عمرو حمزاوي لم يقبل يوما عملية إرهابية واحدة. عمرو حمزاوي أيد بشدة الضربة المصرية في ليبيا ورأى أن في مزايدة شديدة، وأي حد هينتقد موقف مصر يبقى عامل زي النعامة، إحنا لا يجب أن نقبل أن يقتل منا أبرياء وجريمة طائفية من إرهاب ونسكت. عمرو حمزاوي غضب جدا من اللي هاجموا الفنان الكبير محمد منير لمجرد انه ظهر مع الاستاذ توفيق عكاشة او الاستاذ احمد موسى، وشاف ان ده انت ما معكش ختم وطنيه عشان تديه لحد، ومرفوض انك تقسم الناس حسب مواقفهم او رؤاهم ايا كانت هذه الرؤى. انتوا معترضين على عمرو حمزاوي ليه؟ لانه بيعترض على بعض الاشياء حقه، هو اعترض من بره مصر؟ عمرو حمزاوي قاعد هنا. عمرو حمزاوي اللي انتوا حبيتوه كنتوا يا عيني على الايام اللي كان عمرو حمزاوي بالنسبه لكم فتى احلام وشاب بيفكر كويس وشاب واعد، اختلف، راى مواقف عنده وجهه نظر،
انا مختلف معاه في مواقف كتير، لكن مفيش مانع انه يطلع ويطرح افكاره ونناقشه ونقول له، لانه بيحب الوطن ورؤيته بيقول ان مصر ممكن تكون احسن. جايز رؤيته غلط، وجايز هو في موقع السلطه رؤيته تختلف، لكن من حقه ومش من حقنا اننا نعمل هذا النوع من الاقصاء القسري، لانك هكذا تصنع عدوا. وليس عمرو حمزاوي هو النموذج، ولكن اللي راح سال شيخ وقال له انا قتلت 99 هل لي توبه؟ وهنا انا ما بقولش ان عمرو جاي يتوب يعني، لو قال له لا اذا فليقتله، وبدال المية يبقوا 200، واذا قال له ايوه يمكن ان يراجع نفسه. فانا ضد المصادره، انا برحب بعمرو حمزاوي اليوم في هذا اللقاء. انا مؤمن اننا ليس علينا اطلاقا ان نصنع اعداء ونسد كل الطرق وكل المسام، فما يصبحش هناك لا صوت اخر ولا اختلاف فينفجر في وشك وتصبح نغمه واحده انتم اللي هتتضايقوا منها، وانتم اللي هترفضوها، وانتم اللي مش هتقبلوا انها اغنيه واحده بتسمعوها طول الوقت. لازم تسمعوا اصوات اخرى، طالما بتنطلق من ارضيه وطنيه، طالما لم تدعم الارهاب ولم تراه يوما هو الحل، طالما لم يغادر هذا البلد واختار منصات خارجيه من دول تكره هذا البلد، وعنده 500 فرصه وسايب اولاده في المانيا وانه يروح يعيش بره ويصبح ضحيه ويصبح محاصر ويهاجم زي اللي بيهاجموا مصر، فنحن لن نشترك مع من يرى هذا. وارجو من اصدقائنا المشاهدين الغاضبين انهم يعيدوا التفكير، جايز يكون في الكلام ده وجهه نظر، واذا كان لديهم وجهه نظر اخرى بالراي بيقولوا احنا بنرفض افكار عمرو حمزاوي في 1 2 3، احنا بنقول لعمرو حمزاوي انت اخطات في 1 2، اهلا وسهلا، ابعتوا لنا على الهاشتاج حمزاوي في ممكن، ابعتوا قولوا ده ونطرحه عليه فنعمل حوار، ما نقفلش الحوار. والشتيمه مش حل، الشتيمه هي وسيله الضعفاء، من يريد ان يسب او يشتم فاكيد هو ليس لديه حجه ومش قادر على النقاش، ريح دماغي ومش عايز اسمع. هو السمع ممكن يخليك تفكر، ما تفكر يا اخي وارفض او اقبل، لكن بلاش فكره الاقصاء. طيب عمرو حمزاوي هو ضيفي النهارده، طب وماذا عن الاستاذ اسلام البحيري؟ طيب في اطار المكشفه والمصارحه عايز احكي لكم شويه تفاصيل. نحن اتفقنا من قبل مع الأستاذ إسلام البحيري أنه سيكون ضيفنا في هذا البرنامج في حوار مع الدكتور أسامة الأزهري والحبيب علي الجفري. في الفترة الأخيرة وفي الأزمة الأخيرة التي نتمنى أن تمر على خير، ظهر الأستاذ إسلام البحيري في مداخلات تليفونية عديدة، ثم أعلن أنه سيظهر على قناة القاهرة والناس مع زميلي العزيز الأستاذ أسامة كمال، ثم قيل أنه سيظهر في برامج أخرى. فأنا يعني بصراحة رأيت أن يعني الحوار متفرق ومتجزئ، وهي مش هيصة مش للدرجات دي يعني. إسلام البحيري شاب بيجتهد وبيفكر، تختلف معه تختلف مع أسلوبه، أنت حر. لكن هذا الظهور الكثير أزعجني، وشفت هل هناك جدوى من اللقاء أم لا، فأرسلت له رسالة بهذا المعنى، إن ماذا يجدي اللقاء الآن، أنا أراك في أماكن عديدة. اتصل بي الأستاذ إسلام البحيري الأسبوع الماضي، لا هذا الأسبوع أنا آسف، هذا الأسبوع من 3 أيام، وقال لي صديقي أنا مصر على هذا اللقاء، وأني حتى هذه اللحظة لم أجري حوارا حول الأفكار، وأن ما تم كان له أسباب خاصة، وأنه كان غاضبا وتحت ضغط عصبي لأنه رأى نفسه في مواجهة مؤسسة كبيرة جدا وكأن دمه يهدر وحياته في خطر، وأنه يبحث عن حوار راق محترم يفند فيه ما يراه ويسمع. وكان سؤالي له، وإحنا جايين هذا الحوار هل ترى أنك الأعلم؟ لا يوجد من هو أعلم منك. فقال لي لا حتما يوجد. قلت له هل ترى أن الأزهر بمؤسستي بكل علمائه آلاف العلماء اللي فيه لا يوجد فيه من هو لديه علم حقيقي؟ قال لي لا فيه. قلت له طيب أنا ضيوفي أثق فيهم بأنهم لو رأوا شيئا خطأ
على استعداد أن يراجعوا ويعودوا مرة أخرى. يا ترى أنت عندك استعداد تعترف أو ترى إذا اقتنعت أن بعض ما قلته خطأ يستحق المراجعة؟ قال لي طبعا أكيد. قلت له اتفقنا، وعدت إلى الحبيب علي الجفري وهو الآن في جولة في أكثر من 10 مدن في بريطانيا بيلقي محاضرات ولقاءات مفتوحة، وللدكتور أسامة الأزهري، وعرضت عليهم مدار. كانت هناك مشكلة أساسية أن الأستاذ إسلام البحيري يصر على أن يكون وحده، وكان رأي السيد الحبيب علي الجفري والسيد الدكتور أسامة الأزهري أن هذا ليس فيه عدل، وأنه كده إحنا في 2 قصاد 1، وإن كان إحنا مش داخلين مناظرة، نحن في طريقنا إلى حوار نريد أن نخرج به إلى نتائج فقط، مش مناظرة ومش منتظر، منتصر ومهزوم. إحنا بنتكلم على تجديد خطاب ديني وعلى اجتهاد. الاجتهاد القديم هل كان فيه أخطاء؟ وإذا كان فيه أخطاء هل مسموح باجتهاد جديد؟ وهذا في إطار التجديد أم لا؟ هذا حوار مبني على ما يقتنع به مشايخنا من التراث ومن صحيح البخاري ومسلم، صحيحي البخاري ومسلم، وما يؤمن به الأستاذ إسلام البحيري من أنه لابد من مواجهة هذا التراث والانقضاض عليه وتنقيته من الشوائب، وطرح اجتهاد جديد في مفاهيم عديدة اختلطت علينا. هو يرى أن التراث فيه ما صنع داعش، ومن يخالفه يرى أن طريقة طرحه هي من تؤدي إلى داعش. إذن هو اختلاف أفكار، اتفقنا على هذا. قالوا لابد أن يكون هناك شخص آخر أو أكثر من شخص كما يشاء، عليه أن يختار أو نرشح أسماء من الذين يؤمنون بفكر يقارب الأستاذ إسلام البحيري، ولكن الأستاذ إسلام رفض بشدة، وكان لديه وجاهة. قال لي أنا عايز أدافع عن أفكاري، وجود شخص آخر قد يشوش علي وقد يقول أفكار مخالفة، فخلينا أنا قابل، إحنا مش في مناظرة وهذا حوار فقابل. فعدت إلى شيخي وتناقشت معهما ووافقا بشرط إعلان هذا، واتفقنا على أن يكون اللقاء هناك كما اعتدنا دائما في مثل هذه الحوارات، فيكون هناك مبادئ وشروط لهذا الاتفاق سيلتزم بها كل الأطراف حتى نخرج بنتائج. احنا مش عايزين نضيع وقت حضراتكم. الأستاذ إسلام البحيري خد فرصته على قناته القاهرة والناس، وهذا حق القناة إنها كانت تفرد له وقت وتجيبه مع برنامج مهم، أهم برنامج في القناة، الأستاذ أسامة كمال، وأدار الحوار مع باحث في الأزهر الشريف الأستاذ عبد الله. أيا كانت نتائج هذه المناظرة، لأنها كانت مناظرة الأمر مختلف تماما، إحنا عاملين شكل تاني هنا إن شاء الله سيكون هذا الحوار. أنا الشيخان اتفقا، الأستاذ إسلام في النهاية لتحديد الموعد النهائي، كان بنتكلم في الأربع أو الخميس، لظروف خاصة طلبوا أنه هو يكون الخميس لأن الحبيب سيصل يوم الأربعاء متأخرا من السفر، فطلب أن يكون الحوار الخميس إذا وافق هذا ظروف الأستاذ إسلام البحيري. وقد أرسلت له رسالة الآن بعد أن اتصلت به كثيرا، وكان هاتفه في خاصية الإغلاق، يعني ما بيستقبلش التليفونات بس بيعرف مين اللي طلبه، بعت له رسالة. هذا هو الأمر، إذا أجاب الأستاذ إسلام البحيري هيكون معادنا إن شاء الله يوم الخميس المقبل في حوار مفتوح حول تجديد الخطاب الديني وفتح باب الاجتهاد والنظرة إلى الخلف للتراث، النظرة للواقع الآن، النظرة للمستقبل. بس دي كل التفاصيل اللي عند حضرتكم. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل ما لدينا من أخبار. رئيس الوزراء إبراهيم محلب يترأس الجلسة 33 لحوار الأحزاب والقوى السياسية بشأن قوانين الانتخابات. الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي يعلن تقديم الجامعة لدعم مالي فوري ومواد غذائية لمخيم اليرموك في سوريا. الحماية المدنية بالقاهرة تعلن السيطرة على حريق مصنع الزيوت والعطور في منطقة الغورية بالأزهر.
حبس المستشار حسن النجار محافظ الشرقية في عهد الرئيس المعزول مرسي 4 سنوات وتغريمه 50,000 جنيه بتهمة التظاهر وإثارة الشغب والعنف. النيابة العامة تبدأ التحقيقات في انفجار العبوة الناسفة في مدرعة الشرطة في العريش. البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية يرأس قداس خميس العهد بدير الشهيد مارمينا بالأسكندرية. البنك المركزي يعلن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي بنسبة 76% مقابل 1.10% خلال شهر فبراير السابق عليه. بعثة من الجامعة العربية تتوجه للخرطوم غدا لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية في السودان. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل موسكو في زيارة عمل تبدأ 12 إبريل القادم. إثيوبيا تحتفل بمرور 4 سنوات على بدء بناء سد النهضة.